بحث مجلس النواب التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لإعادة صياغة التوصيات لمدة أسبوع. جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، حيث استعرض المجلس ردود وزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة على عدد من الأسئلة. وقد أعاد المجلس التصويت على المادتين 24 و38 من تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور ومشروع قانون بتعديل قانون المرور بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررة، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإعادته لمجلس الشورى. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية المعلومات ووثائق الدولة، وقرر رفعه للحكومة الموقرة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 4 من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإعادته لمجلس الشورى. وعلى ذات الصعيد استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. هذا وقد وافق مجلس النواب في ذات الجلسة على تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المرفق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2014. المجلس قرر الموافقة على التقرير بعد إجراء عدد من التعديلات وإحالة التقرير لمجلس الشورى الموقر. مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خرج من مجلس النواب بموافقة أغلبية أعضائه على التوصيات والتعديلات التي أحدثتها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بمشاركة أعضاء المؤسسة، لينتظر هذا المشروع موافقة الوجه الثاني من السلطة التشريعية ألا وهو مجلس الشورى. الشيء الجيد في هذا القانون هو كل مواده أصبحت متماشية مع مبادئ باريس ووفق الأعراف الدولية، وكثير من هذه المواد تم استشارتها مع الخبراء الدوليين بما فيهم مكتب المفوضية لحقوق الإنسان، وأنا أعتقد أنها ستكون إضافة ومفخرة في السجل الحقوقي لمملكة البحرين. كان التصويت في الحقيقة بالإجماع من جميع الأخوان الأعضاء، وأرجو أن يمر هذا القانون بأسرع وقت ممكن لتوضيح الصورة الحقيقية عن مملكة البحرين في خارج البحرين وفي لدى المنظمات العالمية، أن البحرين ليس لديها ما تخفيه وليس لديها ما تخشى منه. تمرير المشروع كان خطوة جيدة على الطريق الصحيح لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة منسجمة مع مبادئ باريس. القانون يمنح المؤسسة الشخصية القانونية والاستقلالية، وهذا ما يكفل للمؤسسة ممارسة عملها ومهامها بحرية وحيادية. لا شك أن أهم نقاط باختصار أهم نقاط جدية لهذا القانون التأكيد على استقلالية المؤسسة، التأكيد على اختصاصات أساسية للمؤسسة اللي احنا نسميها الاختصاصات الواسعة للمؤسسة اللي نصت عليها مبادئ باريس، وأهمها هي تلقي شكاوى المواطنين ورصد الانتهاكات وتقديم التقارير الحكومية والموازية والمشاركة في المؤتمرات والتدريب والتأهيل إلى آخره في مجال حقوق الإنسان. أيضا من المسائل المهمة أكد القانون على استقلالية المؤسسة واستقلالية أعضائها وأن يؤدوا أعمالهم في مجال حقوق الإنسان بشكل حيادي تام. أعتقد أن بعد صدور هذا القانون ستكون المؤسسة هي المصدر الحقيقي للمعلومات أو لكل أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خصوصا أن هناك وخلال هذه الأزمة كانت هناك منظمات كثيرة للأسف الشديد اعتمدت على بعض المصادر التي زودتها بمعلومات
غير صحيحة عن وضع حقوق الإنسان في المملكة البحرين. قانون أعطى المؤسسة صلاحيات أوسع في مجال حقوق الإنسان، في مجال كثيرة في حقوق الإنسان، وهذا أيضا جعل لها رصيدها كبيرة من اليوم على المستوى الدولي على المستوى الأمم المتحدة. نتطلع إلى أن تكون المؤسسة واعتمادية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المستقبل القريب بدرجة ألف. صدور القانون من قبل السلطة التشريعية سيعطي دفعا قويا لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسيكون إضافة للسجل الحقوقي لمملكة البحرين. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.